البنوك يا إما صانع تنمية يا إما تاجر قروض. إذا كان تاجر قروض في بلد زي مصر فيها هذا الكم من المشاكل فهو جهاز مصرفي فاشل. يعني بالبلدي إذا في إصلاح بغض النظر أي حكومة بتحكم هيعمل جهاز مصرفي مختلف طبعا، أو هيغير عقيدة الجهاز المركزي طبعا. أنت أوباما بعد بوش والانهيار الاقتصاد بعد 2008 خلى سعر الفايدة بيتراوح بين 0 و25%، يعني ربع من 100% وصفر، وفضل شغال من 2008 لأول 2016 بنفس المعدلات. هو عاوز يعمل ايه في الموضوع ده؟ أيوة. عاوز يشجع المستثمرين ياخدوا قروض ويعملوا مشروعات ويشغلوا الناس بس، ويحرك السوق الراجل. يعني بدل الفلوس بتبقى فلوس في البنك، احنا عندنا بتبقى في سوق التنميه. مؤشر بيصدر عن بنك دبي كل شهر في يخص القطاع الخاص غير النفطي، وعامل المؤشر ده من 100 درجه، 50 درجه فيما اقل يبقى بيش حاله ركود، فيما فوق ال 50 يبقى في حاله رواج. طبعا حاله رواج متدرجه. مصر على مدار 4 سنين فاتت باستثناء شهرين 2 أو 3 بتحقق معدل ركود.